روح لجنة. جنة، ازاي الكاراتيه أثر على حياتك؟ التأثيرات الإيجابية للكاراتيه في حياتك، وإذا كان في حاجة سلبية طبعا ليكي الحق إنك تتكلمي عنها. والنشأة بقى والحكاية من الأول كده، عايزة أبتدي معاكي رحلة من البداية. ماشي. أنا بدأت وأنا عندي 5 سنين، وبرضه كنا أشقية أنا وأختي، فماما ودتنا الكاراتيه. شافت فيكوا الموضوع يعني، ده كده شكله كاراتيه. أشقية، كنا بنضرب في بعض وكده، فودتنا الكاراتيه. فروحنا برضه ما كناش عارفين أي حاجة في الأول، طورنا بقى لما احنا دخلنا. اكبر منك اصغر منك؟ اختي اول عالم برضو اكبر مني. منها كنت مدوره عارف. فالمهم ان كنا بنجيب بطولات، انا من نادي هي الرياضي، فكنت لازم العب 3 بطولات عشان اوصل لبطوله الجمهوريه، بطولتين وبعدين جمهوريه. فجبت فيهم اول، ربنا كرمني، فدخلت تصفيات منتخب وحققت برضو اول الحمد لله. وكان بقى المعسكرات صعبه جدا، السيزون ده كان صعب قوي، والمعسكرات وكان خانقه. كانت منافسه بينك وبين اختك بقى دايما؟ مامتك تقول لك هي حققت كذا، انت حققتي كذا؟ لا طبعا، كانت بتتمنى لنا الافضل احنا الاثنين، وكانت بتقول عشان تكوني. ما هو هنا احنا بنتكلم عن مدير ايجابيه ومنافسه ايجابيه اكيد يعني. طبعا. فكانت هي حابه لنا الافضل، وبتفضل دايما دعمانا، وربنا كلها يعني. ربنا يفرحها بيكوا دايما ويخليها ليكوا. وبدات بقى السيزون ده، كانت بتفضل برضو معايا عشان انا كنت في اول خالص، كنت عندي دروب، فكنت رابع. ما كنتش بسافر، عدت بطولتين عليا وانا ما بسافرش. فالثالثه برضو روحتها، ربنا كرمني في اول روحتها وما حققتش حاجه، كنت زعلانه طبعا. صوره مامتك معاكي. كنا بنعرفها، دي اخر بطوله في افريقيا. دعم الاهل بيفرق كتير يا جنى. والكباتن طبعا، وكل اي حاجه، اي كلمه ايجابيه بتبقى جميله قوي، حتى لو سلبيه انا باخد السلبيه كانها تحدي. وده بيفرق معايا، انها تحدي مش كلمه سلبيه. ايوه كلمه سلبيه، بس هي تحدي بالنسبه لي.